خلاص ايه؟ تلات على بعضهم وقبله واعمل عليه وبعده وافتح التلاتات وبعده عليه. زي اتنين يبقى سبعة ونص. بعده عليه زي اتنين يبقى سبعة ونص. قوم يلعب ودود وراه. قوم يا أيمن وراه. عايز ايه وانا مديك يا حمد؟ يلا بس خلاص. ايه؟ دي عليه صح؟ ديت تلات واحد على بعضهم وقبله وعليه وبعد. مساء الخير اعزائي مشاهدي منصة ابو كبير ميديا. معانا النهارده من محافظة المنوفية زي ما حضراتكم شايفين الاطفال الجميلة دي، اطفال بتنتج، اطفال بتنتج سجاد زي ما حضراتكم شايفينه في منتهى الجمال، سجاد حرير وسجاد قطن وسجاد جميل. كمان هم بيخلصوا المدرسه بتاعتهم ويجوا هنا على طول للورشه. هنتكلم طبعا معاهم ونشوف السجاد الجميل ده بيقعد قد ايه عقبال ما بيخلصوه. بجد الايد الشغاله حاجه جميله جدا، اطفال بتتعلم وفي نفس الوقت بيتعلموا صنعه كمان في ايديهم. هنا في محافظة المنوفية في مركز أشمون قرية ساقية أبو شعر. ما شاء الله. وفتح التلاتات. وبعده عليه. أحسن من الماكينات اللي حضراتكم بتشوفوها. هنا صناعة السجاد على الإيد زي ما هنتكلم مع الاستاذ احمد، بيقول ان السجاد على الايد بيقعد فتره اطول واحسن، وكمان لما بيبقى معمول على الايد بيبقى معمول يعني بـ 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 بجوده عاليه جدا اللي حضراتكم شايفينه ده. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. كلمنا بقى عن السجاد وبدايه السجاد هنا في قريه ساقيه ابو شعره والاطفال الجميله اللي بيتعلموا السجاد، وكمان شايفه حضرتك انك بتمليهم يعني. عندنا عليه من النص اهي. هو السجاد اليدوي بدا هنا في القريه من اكثر من 50 او 60 سنه. كان حد اتعلم الصنعه دي وجي عاملها للاجيال اللي قبلنا، واحنا اتعلمناها منه وتورثناها من ابائنا واجدادنا. كمل حضرتك. وطبعا هي كانت بدأت بالصوف بس، احنا طورنا منها وعملنا منها حرير، وصوف على حرير، وفي منها الجديد دلوقتي قطن، وأحسن حاجة حاليا موجودة اللي هو المودرن ده بينباع هنا في مصر، بيبقى لونين أو ثلاث ألوان، فالزبون بيجيب لنا الرسم اللي هو عايزها صورة واحنا بنصممها على رسم بياني ونبدأ نعملها له سجادة بالايه؟ زي الصورة اللي هو عايزها بالظبط. ما شاء الله. الطفل هنا بيبدأ شغل من عمر 6 سنين أو 7 سنين، يبدأ يتعلم الحرفة معانا، بيبقى هو حاببها، جاي حابب المهنة عايز يتعلمها، فبيستجيب فيها بسرعة ويتعلم بسرعة. لحد ما يوصل مثلا اعدادي او ثانوي يكون كده اتعلم كل حاجه، يعرف يعمل سجاده من الالف للياء. تحت مباشره طبعا بسيطه من هنا. الطفل بيجي في البدايه طبعا انا بعلمه، ببدا اديله مثلا يعني مبلغ بسيط كده كجزء عشان تشجيع تحفيز يعني. تحفيز دي عشان يتشجع ويجي ويحب الصلاه. بعد شهرين بيبدا هو ينتج. يكون يتعلم يبدا ينتج، طبعا بنعمله يوميه على قد انتاجه ان شاء الله، وبياخد ايه وبيقدر يساعد مع نفسه في مصاريف المدارس مع اهله كده. قول لنا بقى المتر السجاد من ده بياخد وقت منك قد ايه يا استاذ احمد؟ بقى بياخد من الاطفال وقت قد ايه؟ هو على حسب عدد العماله اللي قاعده على النول، يعني المتر مثلا ياخد في ايد 2 صناعيه مثلا حوالي من 20 ل 30 يوم. المتر الواحد. سجاده 2 في 3 مثلا مع 2 صناعيه تاخد في ايدهم 4 شهور. لو طبعا اكتر من كده صناعيه موجودين مثلا عليها 2 او 3 تاخد شهرين شهرين ونص على حسب العماله اللي هي موجوده. ده طبعا في الشغل الجديد اللي هو القطن والقطن على صوف والحرق على صوف، لكن في الحال الطبيعي بتاخد اكتر من كده. لان الحاله الطبيعي بيكون عدد العقد اكتر في السنتي اكتر من الشغل الموجود حاليا. ورينا الرسمه اللي هم بيعملوها بقى يا استاذ احمد،
انت دلوقتي بتقول لهم ايه بقى عن الرسمه بالظبط؟ يعني الرسمه بتيجي لحضرتك؟ اه الرسمه بتجي لي صوره من الزبون اللي هو طالب بدايه السجاده، بيجيب لي صوره يقول لي انا عايز صوره سجاده وصوره اي حاجه، يقول لي انا عايزها سجاده مثلا بالمقاس المعين. في عندنا بيبقى شخص معين متخصص في نقل الصوره على ورق رسم بياني زي كده، ده رسام، فبنقل الصوره على الورق ده وانا ايه ابدا ايه امليه للاولاد نعمل السجاده للصوره بالظبط. فلازم تكون موجوده على ورق رسم بياني زي ده، لان هي العقد بتبقى واضحه قدامنا، هي في المربعات الصغيره دي خالص، كل مربع من دولت فيه مربع صغير جوه ده بمثابه عقده. انا بملها لهم في السجاده بالظبط. تمام، انت قلت لي ان ان المتر الواحد بياخد منهم من 20 ل 30 يوم او اكتر كمان. اه على حسب. دي سجاده بقى قطن؟ دي قطن. اه بتجيب الخامات منين يا استاذ احمد؟ الخامات بتجيبها من القاهره. اه من اماكن متفرقه في القاهره يعني. لكن دلوقتي الخامات عينت، وطبعا المصنعيه عينت عشان كل حاجه بتغلى، واحنا بنبيع المتر زي ما هو. احنا عندنا مشكلتين اساسيتين في السجاده دي يعني. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الخامات والتسويق. اه اه الخامات والتسويق كانت اهم حاجه في اللي هي الصلعه بتاعتنا، لو في خامات وفي تسويق يعني ما شاء الله مش هنحتاج اي حاجه خالص. هنا اكتر من 80% او 85% من اهل القريه بيشتغلوا في صناعه السجاد اليدوي. اصبح الان من 40 ل 50 او اقل من 50 كمان في المية اللي شغالين في السجاد حاليا. يعني كان الاول كتير، دلوقتي قالوا علشان خاطر الخامات والتسويق. اه طبعا الخامات، مفيش خامات مفيش تسويق، فده بيعمل ركود فما فيش انتاج. كل واحد بيطلع يشوف شغلانه ثانيه. احنا كنا في التسعينات كانت القريه بتاعتنا تعتبر قريه سياحيه. كان بيجي لنا الفوج السياحي من الهرم من القاهره بالاتوبيس السياحي بتاعه، من ضمن برنامجه السياحي زياره قريه ساقيه ابو شعره المشهوره بصناعه السجاد الحريري اليدوي. فكان السياح بيجوا يشتروا من هنا في التسعينات، بيجوا يشتروا السجاد من هنا من قبل البلد. اصبح بعد كده الحال اتغير والدنيا اتغيرت خالص، مفيش طبعا دعم، مفيش خامات، الخامات غلت، كنا بنجيب الخامات ديت من الصين، قمح حرير طبيعي بيتعمل في الصين فكنا بنستورده، دلوقتي كيلو الحرير عدى خالص، كيلو الحرير واحد يعني على ما يتسبغ الوانات وابدا اشتغل بيه بيخش له من 2000 ونص ل 3000 جنيه كيلو الواحد. علشان اعمل سجاده حرير بتتكلف كتير وبتتكلف مصنعيه كتير، اجي ابيعها مش هعرف ابيعها. فبدانا نعمل بقى الشغل اللي هو القطن رخيص شويه وعدد العقد فيه اقل من الحرير شويه، فده اللي ماشي معانا حاليا. ما شاء الله حاجه جميله جدا. طيب نتعرف بقى على الاولاني، اسمك ايه؟ حمدي محمد محمد. ازيك يا حمدي؟ قول لي انت في الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ انا في سنه اولى. وانت في سنه اولى ابتدائي، دلوقتي انت في سنه كام؟ ثانيه اعدادي. ما شاء الله يعني بقالك اكتر من 6 سنين اهو. انت حابب الشغلانه دي؟ اه. بتيجي بقى الاوقات اللي انت ما بتبقاش لا عندك دروس ولا مدرسه فيها. اه. صح كده؟ وفي الصيف باجي على طول. ايه؟ وفي الصيف باجي على طول في الاجازه. في الصيف بتيجي على طول. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده نداء كبير جدا للاطفال، يعني ان هم يستغلوا وقتهم في حاجه مفيده، يعني هو كمان بيجي في الصيف ويستغل وقته ما شاء الله في حاجه مفيده زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي تقريبا في تغيير الخيط اللي هو بقى حضرتك استاذ احمد بتقول انت دلوقتي انت هتحطه ايه تاني؟ اه كده الخط خلص، عقده جنب عقده بنبدا ندقه مرتين. اه خيط تخين نعدي ما بين الخيوط اللي احنا قلنا عليها. يعني احنا كده خلصنا مرحله وداخلين على مرحله ثانيه. اه اه ده هحط كده شويه عقده جنب عقده زي ما انا مديتهم زي الرسم بالظبط زي ما موجود في الرسم. يبدا بقى ايه يرسيه بالخيط ده. بعد كده المسطره دي بتعمل تبادل الخيوط. شد يا غدر من الاخر. هيرفع المسطره من دوق خيط تاني ارفع من الاولاني. هو ده المسطره دي عشان تعرفوا المقاسات. لا المسطره ديت بتبدل الخيوط. اه بتخلي الخيوط اللي بره ترجع ورا واللي ورا تطلع قدام.
عشان نزق خط كمان يبقى عاشي ومعشوق. الخط الاولاني ده في قبل الخطوط ما ترجع ورا، الثاني بنبدل الخيوط وندق ايه كمان مره. تعالى بقى نتعرف عليك، انت اسمك ايه؟ بدر محمد. ازيك يا بدر؟ قول لي بقى انت بتشتغل بقالك قد ايه؟ 5 سنين. بقالك 5 سنين ليه؟ انت عندك كام سنه؟ 10. عندك 10، يبقى لك 5 سنين بتشتغل. يعني من ساعه ما كان عندك 5 سنين انت حبيت ان انت تيجي تشتغل هنا. ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، السجاد الجميل ده طبعا من صنع الاطفال، وفي نفس الوقت من الرسمه بتبقى مع الاستاذ احمد اللي هو بيوجههم. والبنوته الجميله دي يعني اسمك ايه؟ اسمها هاجر احمد عبد. ازيك يا هاجر؟ قولي لي بقى بالك قد ايه؟ انت بتساعدي بابا هنا؟ 4 سنين. ما شاء الله حاجه جميله جدا. بقالك 4 سنين هنا في السجاد؟ ما شاء الله حاجه جميله. حاسه ان الموضوع سهل كده بالنسبه لك؟ يعني انت اتعلمتي على طول؟ بسرعه. طب بتعرفي توفقي بقى ما بين دراستك وما بين التعليم هنا في السجاد؟ هي يعني بتروح المدرسه وبتروح الدروس وبتيجي للسجاد هنا برضه. تمام يا حبيبتي. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين معانا بقى عبد الرحمن، يعني هنقول بقى هو اللي يعتبر معلم على الاطفال اللي هنا، صح كده ولا ايه؟ قول لي بقى انت بقالك قد ايه هنا؟ 12 سنة. انت في سنة كام دلوقتي؟ 8 سنة. بتعرف توفق ما بين دراستك وما بين الشغل هنا؟ اه يعني بتروح المدرسة وبتيجي الشغل ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك يا رب. اكتر حاجة اتعلمتها في الصنعة دي ايه؟ اتعلمتها كلها. يعني انت ما شاء الله تقدر تعمل يعني لوحدك متر مترين كده، يعني ممكن تعمل السجادة كلها، بس طبعا بيبقى عايز وقت طويل لما يكون انت لوحدك، صح كده؟ لما بشتغل لوحدي بشتغل معايا كام عيل صغير عشان اعرف انتج واجيب شغل كتير. انا لوحدي مش هجيب شغل كتير. لازم يكون حد معاك. يعني دول تمام معايا، انا ممكن في اليوم اجيب 10 خطوط، دول لو معايا في اليوم بجيب بتاع 30 خط. 30 خط. انتوا بتمشوا بالخطوط بقى. هو العدد اللي بنعملها كده ندق كده خط. ما شاء الله. دي وزادة 100 اهي. الاول خالص بعد وسد ده وقبل، الجبهه الاولانيه بعد وسد الاحمر وقبل. تعالى تمام نبص هنا عشان نقدر نبدا بس. تعالى هنا يا رب. خلاص تعالى عليه من النص. ما انا هبص عليه. تعالى نبص عليه يا حمد اهي. دي كمان قلمها عليه، نعمل هنا زي هنا يا رب. واعمل 2 بالابيض، سيب 2 واعمل 2. يا رب سيب 2 واعمل 2 وثلاث واحد على بعضيهم وقابله. وعليهم بعده. بعده على اللبني. ثلاث واحد على بعضيهم وقابله على اللبني. وعليه وبعده على الاحمر. احنا عايزين نشوف السجاده اللي جوه دي، ممكن؟ ماشي. طيب زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين هنا كمان في سجاد تاني. ده نظامه ايه بقى يا استاذ احمد؟ ده اللي هو السجاد اللي هو الموديل. ده الموديل؟ بيكون لون، ممكن احيانا لون واحد او لونين او تراك الوان. تعالى يا عبد الرحمن هنا. ماشي، خد الخط ودوس. حط في لمبه في الميزه. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين احنا هنا عندنا في المنوفيه اطفال بتنتج بجد، اطفال على قد الكلمه، اطفال مش مجرد ان هم يتعلموا بس، لا هم كمان بينتجوا سجاد جميل جدا. السجاد اللي حضراتكم شايفين ده سجاد الحرير بقى ولا حضرتك ايه؟ ده الصوف. الصوف؟ في برضه سجاده بابا بعملها هناك. قول لنا بقى الاسعار يا استاذ احمد بتبدا من كام؟ علي صوتك يا استاذ. الاسعار بالنسبه للسجاد اليدوي بتبدا من
1800 جنيه المتر اللي هو الصوف لحد بيوصل لحد 15000 جنيه اللي هو الحرير المتر المتر الواحد. لكن الحرير دلوقتي طبعا علشان غالي وبيتكلف اكتر من كده فما بقناش نعمله غير بالطلب بس. اللي موجود حاليا بقى اللي هو القطن والشغل المدن اللي هو صوف على حرير. تمام. ما شاء الله جميلة. دي كده غلط يا حبيبي. زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين حاجه جميله جدا عليه افضل الصلاه والسلام، حاجه جميله جدا طبعا الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده. اطفال بتنتج سجاد جميل جدا، سجاد صوف وسجاد حرير وسجاد قطن، الحاجات الجميله اللي حضراتكم شايفينها دي. شكرا اعزائي المشاهدين.